لكن لا علم، كأن عكس مالي كان من عمل، فإن زيدا عالم بأمني، وقوم لكن نجمه يوقني، ولا إذا الترتيب إلا بالدلي، فليت فيها أمنا وربني، وأنت إن تحرس بمصدري، فسدها وفي سوى لا تفسد، فاكسد في الابتداء وفي لم يصل، وحيث إن لي يمين مكملة، أو بقيت في القول أو حدثنا حل، حالك شكره وإني ذو أمل، وكسروا من بعد فعل حلقا، باللام تعلم إنه لا يفقى، بعد إلى فجاءة أو قسم، لا لام بعد عود وجنين، نعطيه بل تساوى لا يضطرد، بنحو خير القول إني أحمد، وبعد لا في الكسر تصحى مضطرب، لا مبتدا نحو إني لا وسم، ولا يلي اللام ما قلبي، ولا من الأفعال ما كرضي، وقد يليها مع قد كيمدا، فقد سمع على العدا مستقلا، وتصحب الواسطة مع الخبر، والفصل واسمحل قد له الخبر، وصل ما به الخروج المثل، فما لها وقد يبقى العمل، وجائز الرفوف مع كفن على منصوبهن بعد أن تستمر، ولحقت بهن لكن نوعا من دون ليت ولا عل وكان، وخطبت النفق من العمل، وتلزم دامه إلى ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدا مناطق أرادها من كمل، والفعل إن لم يكن آسفا جرى، فبين والدا بإن حصل، وإن تخطب أن الاسم أسرقا، وخبر جعل جملة من بعدها، وإن يكن جعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه مجتمعا، والأحسن المصير قد أنبينا الجليس من الوقت من الأرض، وخطبت كأن أيضا فلو منصوبها وذلك لم الشهر. إلا وأخواتها الأصل أن يكون الحرف عمل واحد. جلست بالدارك هي جرت أحب أن تحضر أن صبت الحرف لا يكون له عملان، لكن إلا وأخواتها مشبهة بالأبعاد، تسمى الحروف المشبهة بالأبعاد وجه الشبه، وجه الشبه واقع على ثلاثة أحرف أكثر، التزمت العرب فتح آخرها، لا يليها إلا الاسم، كذلك الأبعاد لا يليها الاسم، تلحقها نون الوقاية إذا اتصلت بها ياء المتكلم مضمنة مع هذه الأفعال، إن معنى أؤكد كأن أشد لعل أرجو ليت أتمنى، إذا أشبهت الفعل نكر فجعلوا لها عملا مزدوجا، تنصب الاسم تنصب المبتدا اسم الله وتضع الخبر خبر الله، قال إن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل، تلك رفع الاسم ونصب الخبر، وهذه نصب الاسم ولا الخبر، كان زيدا عالم إن واسمها وخبرها، لأني كبر إن واسمها وخبرها، ولكن ابنه يضل لكن واسمها وخبرها، وراء إذا الترتيب الأصل في هذا الباب أن يتقدم الاسم ضمن الخبر، لا يجوز أن يتقدم الخبر إلا لك ظرفا أو جارا ومجرورا، لا تقول إن عالم زيدا لا يقال هذا، لكن إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا حرج، قال ابن مسعود العرب لا تعد الظرف والمجرور شيئا، قال تعالى إن لدينا إن كان تقدم الخبر ظرفا إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى، تقدم الخبر جارا ومجرورا لا حرج، أنا قولي وراء إذا الترتيب إلا بالبريء ليت فيها غير البريء، ليت هنا غير البريء، خلق الله وهمز إن البحث لسد المصدر لما سبها، إن إذا أولت مع ما بعدها بمصدر تفتح، فهي من قبيل المفردات، كأن تقع في محل فاعل، أو لم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أو أن تقع في موضع المبتدا، ومن آياته أنك ترى البقاشة رؤيتك، أو أن تقع مفعولا به، ولا تقعوا أنكم أشركم بالله شرككم أو مضافا إليه، مثل ما أنكم تنطقون مثل نطقك، ألا قولي وهمزة إن نفتح لسد مصدري ما سد قولي سوى لا تكسر أول ما أصول الحرف لما سمع أصول الحرف أصول الحرف عندي خمسة، وقال بعضهم ستة، قال بعضهم أصولنا الحربي أن نلوم وأن وكي تلذذي يا من سمع، قالوا في سؤال فكسر في الابتداء إذا كانت أول كلام أكسرها، لأنها تقول حالة هذه في محل جملة، إنا أنزلناه في القدر، إنا فتح لك محمدين، ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنهم ولا فهم ولا فهم، وفي بدء الصلة إذا كانت في بداية الصلة جاء الذي إنه عاقل، جاء الذي إن زيدا يحبه ومفهومه أنها لو وقعت في أثناء الصلة تفتح، جاء الدليل عرفت انه كريم، لا تنصي
وحيث يرينا اليمين مقبلا اذا كان الجواب عند قسم، لان جواب القسم لا يكون الا جمله. القسم نموذجه كما يلي: حلفت بالله لا يحضرن زيد، حلفت بالله جمله لا يحضرن زيد جمله. اذا وقع الجواب عند قسم فالاصل ان تكون مكسوره، لان المكسوره من باب الجمل. قال: حينئذ تنزل الكتاب يبين لها زنا وبين يد مباركه، والعصر ان الانسان في خسر، جاءت مكمله لقسم. وحدثنا كنا ماذا؟ اقرا ماذا اقرا؟ همزه عند فتح لسد مصدر مسد وكسر ونكسر في الابتداء وفي فتح سنه. وحيث يقول الامام حكيت بالحال وحكيت بالقول، كذلك اذا كانت محكيه قول، لان القول ينصب الجمل. لا تقول قال زيد عمرك كما تقول ضرب زيد عمرك، قال تتاج للجملة، لا تعاون بالتجزئة، تعاون بالجملة، تنصب جملة. قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله محلها نصب. وقولهم إن ناقة المسيح عيسى رسول الله وحقيت بالقول لو حدث محل حال جاءت بمحل حال، فقول الله عز وجل على المصطلحين: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سورة الأنفال. نعم. يقول هذا المركز هو إنه يعمل وكسروا من بعد فعل اللقاء باللام فاعلم إنه ليلتقى. كذلك التعليق حكم يأتي بظن أخواتها، يعلق فعل عن العمل، يكون عاملا لا عاملا، عاملا في اللفظ، عاملا في المحل، غير عامل في اللفظ. مثل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، ولتعلمن أينا أشد عذابا، معلق أينا مرفوع وأشد مرفوع. كذلك إذا جاءت إن قبل لام معلقة تكسر. مثل إذا جاءك المنافقون قالوا اشهد إنك رسول الله، والله يشهد إنك، الله يعلم إنك رسول الله، والله يعلم علم علقت بالله لرسول الله. لو لم يأتي الله تقول والله يعلم أنك رسول الله، غير القرآن تقول والله يعلم أنك رسول الله، لكن ما دام علق بالله فالحكم متسق، لأن اللام تصحب كثيرا خبر إن وسوف يأتي. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.